ام ايناس، الو، ازيك يا ست ام ايناس؟ ربنا يخليك يا مدام غالية، انت عاملة ايه؟ الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة. شفت الراجل الامير اللي شايل مراته كده وقت الزنقة؟ ايوه طبعا، لازم هما ستر وغدا على بعض، الراجل ومراته. الله ينور عليك، والدي يقول لي الراجل ومراته زي القبر وافعاله. تسلم فمك، ايوه طبعا، امال ايه، تسلم فمك. الحمد لله. انت عاملة ايه يا مدام غالية؟ الحمد لله. انتي متجوزة بقالك كام سنة؟ انا بقالي في وش العدو 15 سنة. الله هو اكبر، خمسة وخميس عليك. ايوه معايا 4 اولاد، بنتين وولدين، ربنا يخلي. اسمهم ايه؟ ايناس وبسمله وعبد الرحمن ومصطفى. ربنا يخلي ويزيد ويبارك، يا رب يخليك يا مدام غاليه، وتجوزيهم وتفرحي بيهم. يا ربنا يخليك يا رب. بس انتوا انت عاملين ايه؟ عاوز اخد بس رايك في حاجه. انت ايه رايك في الراجل كده اللي لما يكون هو بس يا دوبك عنده كده شويه مغص ولا حاجه يبقى مش طايق نفسه وعمال يخبط في كل حاجه؟ ايوه رايك طبعا، ايه؟ هو الراجل لما بيكون تعبان بيبقى غصب عنه، كتر خيره بردك، الراجل بيتعب وبيشقى بردك. عندك وادعي لي اللي ربنا يشيل عن جوزي في حق جاه النبي يا رب ان شاء الله كل اللي سمعنا يدعي له. يا رب. وعاوزه اقرا الفاتحه لحمايه عشان الثانويه بتاعته بكره، الف رحمه ونور كل عليه، المشاهدين اللي بتتفرج علينا بعد اذنكم يقروا الفاتحه. الف رحمه ونور عليه. كل ربنا الناس هي يخليك. بدات تقرا الفاتحه، ده هيجي له دعوات كتير قوي. ايوه الله يرحمه على الاموات كلها وعلى حمايه بردك. ربنا يخليك يا مدام غاليه، صدق الله العظيم، ربنا يرحمه وبرحمته. يا رب يا رب. شرفتينا، ماشي يا مدام غاليه، ربنا يخليك. مع السلامه يا ست ممكن كويس. رقمك بقى اخده من الكنترول صح؟ اتفضلي ارجع لي الكنترول، اتفضلي. طبعا احنا النهارده زي ما شفنا وصفتنا سهله، وكل حبايبنا اللي عاوزين يجوا مطبخ غاليه اكتبوا لي رساله على الاس ام اس اللي بتبان رقمها عندكم على الشاشه، اسمكم ورقم تليفونكم عشان نقدر نوصل لكم وتيجوا تشرفونا. وكل واحد عاوز اي اكله يكتب لنا على الصفحه بتاعتنا هو نفسه في ايه، او اللي عندها وصفه جديده او وصفه متوفر او وصفه تكون كده تكلفتها على قد الايد تكتبها لنا برده واحنا ان شاء الله هننفذها. يا ستي ندى، الو، ازيك يا ندى؟ عامله ايه يا استاذ انت غالي؟ انتي اخبارك ايه؟ انتي اللي عامله ايه؟ قوليلي بس طمنيني النتيجه. هي لسه ما طلعتش. لسه ما طلعتش؟ طب اول النتيجه ما تطلع وتعرفي انت جبتي كام لازم تتصلي بيا. اول واحده يا استاذ غالي هتعرفي ان شاء الله، عشان ازغرط لك كده واعمل لك تورتايه كبيره. طب غني الغاليه بقى اغنيه حلوه كده. ها ممكن تشتغلي؟ اقول لك اطلب منك حاجه، اتفضلي. ممكن اعرف طريقه البط تكون طريقه جديده كده تكون حلوه للبط؟ بصي البط انت ممكن تعمليه بحاجات كتير قوي، ممكن تعمليه بصلصه البرتقال، تعمليه في بط بالبرتقال، ممكن تعمليه بط محشي بالفريك، ممكن تعملي بط محشي بالرز، ممكن تعمليه بالمرتة زي اللي احنا كنا عاملينه، ممكن تعمليه مكمور تحوجيه كده من جوه ومن بره بالملح والفلفل والبهارات وميه البصل وميه الطماطم، وتعصري عليه ليمونه تحوجيه بره وجوه وتشققي صدره ومن عند الوراك وتروحي حاطاه في صينيه ومدخلاه الفرن ومغطياه بورقه ألموني، وكل ما يعوز ميه تديل ده المكمور. يعني ليه كذا كذا. وممكن تسلقيه وتحمريه، وممكن تدفنيه تعمليه بط مدفون، بعد ما تسلقيه نص سوا تدفنيه في قلب الرز وتدخليه الفرن يكمل بقيه سواه مع الرز في الطاجن. بس ايه الاكلات اللي انت عاملاها حضرتك النهارده؟ والله بصي انا قلت شويه حاجات كده ايه يعني، ها على قد ايد غاليه يعني. لا حاجات جميله يا استاذ غالي. ما انت عارفة الأسعار في السوق، يعني تنزلي السوق مع ماما ولا لا؟ لا لازم تنزلي السوق عشان تعرفي ازاي تشتري الحلو من الوحش، الحاجة الكويسة من الحاجة البايظة، مش لازم كده تتعلمي؟ يلا شرفتينا. ممكن تكلمي أختي؟ طيب هاتيها بس بسرعة. ملك، ها ملك، الو، ازيك يا ملوكه؟ ايه كويسه؟ ايه طب بيكلميني المره الجايه عشان وقتنا خلص. باي باي.
اكلنا النهارده سهل وبسيط، يعني ممكن انت تجيبي السجق برضو اللي على قد مقدرتك، وتجيبي اي حاجه سواء بلدي او مجمده براحتك، مش هنقدر نقول ده او ده، على قد اللي في ايدك وعلى قد ميزانيه بيتك اعملي. واهم حاجه تكون الحاجه كويسه ومش بايظه، اعمليها وكليها بنفس راضيه، والحمد لله على اللي ادهولنا ربنا. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه على خير مع اكله جديده وضيف جديد وحبايب غاليه كل اللي بيكتبوا لها على الصفحه.